السلام عليكم ورحمة الله. هذا إجابة على سؤال الشيخ سليمان أبو مصطفى من تركيا، صديقي العزيز والشيخ الكريم، بخصوص معاهد القراءات وتعليم القراءات في دولة الكويت. أقول مستعينا بالله، هناك في جنوب السرة في الكويت معهد القراءات القرآنية، وهو برئاسة الشيخ عبد العزيز فاضل العنزي من مقرئي دولة الكويت. هذا المركز يدرس القراءة القرآنية دراسة منهجية، ويدرس متن الشاطبية مجزأ طبعا على مدة الدراسة. مدة الدراسة فيه تقريبا سنتان، ثم إذا انتهى من الشاطبية يدخل على الدرة في القراءات الثلاث المتممة للعشر. وهناك العلوم المصاحبة للقراءات كعلم الرسم القرآني، ويدرس فيه مورد الظمآن، وكذلك ألفية ابن مالك. هذا بالنسبة لمعهد القراءة القرآنية في جنوب السرة. دراسة منهجية طبعا على سنتين إلى ثلاث سنوات. عندما ينتهي الطالب من دراسة هذه المواد وحفظها جميعا، يدخل في مرحلة القراءة بالجمع. المركز الآخر هو مركز الإمام ابن الجزري، أيضا تابع لوزارة الأوقاف، وهو بالأساس مركز للأسانيد القرآنية، يعطي السند معتمد من وزارة الأوقاف. السند متاح لجميع القراءات السبع، في حفص وفي شعبة وكذلك قالون، ويستطيع الذي يريد القراءة أن يقرأ بالقراءة السبع من طريق الشاطبية، شريطة أن يحفظ أصول الشاطبية وفرش سورة البقرة، ثم يرشدونه إلى شيخ يقرأ عليه القراءات بالجمع طبعا. والمركزان تابعان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت. هناك غير ذلك مشايخ يعني يقرئون الناس القراءات في أكثر من مكان، لكن جهد شخصي لا يتبع الوزارة. وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.